إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودائما في نطاق قانون السير الجديد مع الأستاذ مدرب تعليم السياق عبد الحكيم. بالنسبة للدرس ديال اليوم إن شاء الله اللي غادي نوجه لجميع المرشحين الراغبين في الحصول على رخصة السياقة، هنا غادي نوجه لهم واحد الرسالة بأن قانون السير راه ماشي صعيب علينا باش غادي نطبقوه، وإنما يعني هو كيتخذ بطريقة الوعي. خص يكون السائق واعي مع قانون السير. اللي واجب عليه هو يحترم هذا قانون السير هذا من بعد ما غيكون سائق في الطريق، باش نتفاداو هاد الحوادث اللي كتوقع. لان حنا دابا ملي كنتكلموا على قانون السير دائما كنشيروا للحوادث ديال السير. عدم احترام قانون السير كيتسبب في الحوادث. اذا ملي غير السائق يحترم قانون السير وغيطبقوا في الطريق، يعني هاد الحوادث ما غتبقاش عندنا انه كتلقى حادثه ديال الاصطدام ديال السيارات، كتلقى حادثه ديال سياره اصطدمت بشي راجل او لا شي مول الدراجه. يعني حنا الحالات ديال الحوادث راه كنشوفوها عبر المواقع الالكترونيه، وكنشاهدوا في القنوات المغربيه، وكنشاهدوا مباشره قدام عينينا العديد من الحوادث. انا شفتهم في الطريق من بعد ما كنكون مستعمل الطريق، كنلقى حادثة حادثة متنوعة. كل حادثة كيفاش كتوقع؟ الأطفال، كاين راجلين، كاين العجزة، كاين داخل السيارات، من الحافلات، من الشاحنات. يعني الوسائل ديال النقل كلها دائما هي اللي كيخصها تحترم قانون السير باش نتفاداو هاد الأخطار ديال هاد الحوادث اللي كتوقع. اذا الدرس اللي غادي نوجه للاخوان هو كيتعلق بمسافه ديال الامان. مسافه الامان، الحوادث اللي كنشاهدوا في الطريق سواء داخل المدينه ولا خارج المدينه، اللي كيكون داك الاصطدام ديال السياره مع السياره قدامي ولا السياره في الخلف ديالي، يعني كتكون مجموعه من السيارات. يمكن تلقاك الطوموبيل داخله في كاميو، تقدر تلقى كاميو داخل في طوموبيل، طوبيس داخل في طوموبيل. يعني هادشي كله بسبب عدم احترام مسافة ديال الأمان. إذا حنا مسافة ديال الأمان كنأمنو ريوسنا في الطريق من بعد ما كنكونو تابعين بعضياتنا. هاد المسافة ديال الأمان يحترمها السائق، يبعد على ديك الطوموبيله باش ديك السياره اللي قدامك انت من بعد ما كتشوف شي خطر هنا كتضطر انها تقوم بالفرماله، يعني تفراني. وملي غادي تفراني على غفله وانت ما محترمش مسافه الامان، كون على يقين بانك غتصطدم بها من الخلف. لافوت ديالك انت ما خليتيش مسافه الامان، وفي هذيك الحاله ديال النوع من الاصطدام اللي كتكون فيه عدم ترك مسافة الأمان كافية راه على حساب السرعة. راه أي وسط المدينة يقدر تدخل في طوموبيل يعني من اللور ديالها كله غيتخسر، يقدر ما يوقع والو، يقدر تهرس لك فيروج يعني. وهنا من القدام كذلك السائق اللي تصطدم به يمكن تا هو نفس الطريقة، تكون غير حالة ميكانيكية. ولكن ملي كتكون السرعة أخي السائق، فهو حتى الركاب كيتعرضوا للخطر، وكذلك السائق تا هو كيتعرض للخطر، لأنه في ديك اللحظة قوة ديال الاصطدام. هنا راه السائق غادي يتأذى في هاد الحادثة هادي. إذا مسافة ديال الأمان، لأن السائق اللي كيكون قدامي كنشاهدو دابا كيحط رجلو على الفران وما كيطلقوش، كيبقى مشعلك الضو ديال الفران. هو في ديك اللحظة يمكن أنه في ديك اللحظة اللي حط رجلو على الفران يوقف الطوموبيل، ماشي
كيطلق الفران وتطفى الضوء ديال الفران اللي هو ضوء اللون ديالو احمر، وعاود يفراني باش يعلم السائق اللي وراه بانه راه غيستعد للوقوف ولا غيستعد للفرماله باش السائق الاخر ينتبه. السائق ملي كيستمر على الفران والضوء باقي شاعل ما كتعرف هو حط رجلو على الفران كيشعل الضوء ماشي مفراني يعني، ولكن في ديك اللحظه يقدر يهبط رجلو على الفران توقف الطوموبيل فجاه. اذا الخطا دائما ديال السائق اللي في الخلف ماشي اللي قاب ديك الفرماله. اذا هذيك الفرماله اخواني السائقين نحاولوا اننا نتفادوها طريقة من بعد ما كنكونوا غادي نتابعوا العربات بعضياتنا، ملي نعرف راسي باغي نقص من السرعه بالحصر بالفران ولا باغي نوقف على الاقل واحد جوج مرات ولا ثلاثه ونفراني نكثر الضغط شويه الا كنت غادي بجد باش نحاول انني نعلم السائق اللي ورايا ينتبه ليا ونوقف السياره ديالي بامان ونتفادى الحالات ديال الخطر ديال الحادثه. اذا مسافه الامان هي مهمه، لان من بعد ما كنحتافظوا عليها فما كنلقاوش دوك الحوادث اللي كيكون الاصطدامات من الخلف مجموع من العربات وخارج المدينه اكثر. واجب لنا نحترموا مسافه ديال الامان، وهذه المسافه ديال الامان في الاسئله ديال الامتحان من بعد ما كيعطيونا اسئله كيسولوا عليها كيعطيونا السرعه كيقول لك شحال مسافه الامان اللي خصني نخليه اولا كيقول لك واش كافياني. هنا كناخذوا قاعده ديال هذه المسافه ديال الامان، السرعة باش كنكونو غاديين كنضربو الرقم العشري في ستة، غادي بستين ستة في ستة، غادي بسبعين سبعة في ستة، غادي بثمانين ثمانية في ستة، يعني ديك المسافة عينك ميزانك خصك تحترمها ما بينك وبين العربة اللي قدامك. وهاد المسافة ديال الأمان إخواني السائقين كتغير على حسب السرعة والحالة ديال الطريق، عندها علاقة بالسرعة وحالة ديال الطريق. إلا كنتي غادي بسرعة أخي السائق وانت شي سيارة ولا شاحنة قبالتك يعني قريب منها، غير مسافة الأمان تجاوزها أو لا نقص من السرعة وخليها تبعد عليك باش إلا تفاجأتي بالخطر ديالو هو تلقى انت مأمن راسك. هاد المسافة ديال الأمان اللي هي مهمة خاص السائقين يتجنبوها، وطريقة الفرمالة هي هكا كتكون الطريقة ديال الفرمالة، وديما نحتار مسافة الأمان وراه ما غاديش يوقعوا لنا هاد الحوادث، لأن ديال خارج المدينة هما اللي كنأكد عليهم أكثر، هما اللي كتقدر تكون فيهم الوفاة الله يستر، تقدر تكون فيهم العاهات المستديمة بسبب السرعة المفرطة، يعني 100 كيلومتر في الساعة ولا 120 ولا 90 فهو كون على يقين ملي كيكون هاد الاصطدام هذا ما عمر غتقول بأن راه السائق ديالها غادي يقدر أنه ما يتصابش. إخواني المشاهدين نكتفيو بهذا الدرس ديال مسافات الأمان، وإن شاء الله الحصة الجاية إن شاء الله غنتكلمو كذلك على بعض القواعد كذلك اللي كتعلق بقانون السير اللي هي كيستافد منها الجميع، لا بالنسبة للسائقين المحترفين ولا بالنسبة للسائقين المبتدئين أو لا المرشحين اللي عاد باغيين يحصلوا على رخصة السياقة. فهاد الدروس هادو هما اللي كنطبقوهم حنا كقواعد في الشاشة ديال المؤسسة تعليم السياقة وكذلك في المركز التسجيل ديال الامتحانات، يعني دروس عبر قانون السير. وهنا كتطرع عندنا الأسئلة بنعم ولا لا عبر الطريق مباشرة وبالإشارة الطرقية، وهنا كيخصنا نفهموا هاد قانون السير أكثر، وداكشي اللي كنطبقوه في المؤسسة تعليم السياقة والدروس اللي كناخذو من مؤسسة تعليم السياقة هما اللي خصنا نطبقوهم عبر الطريق مباشرة. أنا كنتلاقى مع العديد ديال الأصدقاء ديالي اللي هما يعني حصلوا على رخص سياقة على يدي في بعض المؤسسات غنيين عن التعريف وخداو رخص سياقة من صنف بي والسي والدي والأو والأ، يعني وحاليا كنتلاقى بهم في الطريق مباشرة صبحوا سائقين محترفين. ولكن هنا تنقول حتى المرشحين اللي عاد باغيين يحصلوا على رخص سياقة انهم يخصهم يطبقوا هذا القانون السير ويحترموا باش هاد الحوادث يعني اننا حنا نحاولوا نقللوا منها، لان الدروس اللي كتاخذوها راه ماشي كتاخذوها من وزاره النقل، ماشي كتاخذوها من اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير، ماشي كتاخذوها من المواقع من الاذاعات التلفزيونيه، وانما هاد الدروس هادو اي سائق عبر الطريق فهو كيدوز على يد مدربين من مؤسسه تعليم السياقه. وبالنسبه من بعد ما كياخذ هاد الدروس
كيحصل على رخصة السياقة ديالو من عند الممتحنين، إلا كان كيستاهل كيعطيو هذه الرخصة، ما كانش كيستاهل ما كياخذهاش. ولهذا من بعد أنت كتاخذ هذه الرخصة قول بأن راه ماشي بيرمي من وزارة النقل تخدها أولا من مركز تشغيل السيارات، بيرمي خديتيه على يد مدربين اللي هما يعني عطاوك دروس في التوعية في قانون السير وعلموك الطريقة ديال السياقة. وكنقول لك يعني كون سائق ماهر واحترم قانون السير انت والغير، وان شاء الله هاد الحوادث راه غادي نخافوا عندنا وما نبقاوش نشاهدوا مثل هاد الحوادث اللي كتوقع، لان انت كتكون ضحيه، سائق كتكون ضحيه يعني بالنسبه لواحد اخر اللي هو كتسبب ليه في شي حادثه، وكتكون ضحيه لراسك انت، وكتكون ضحيه في السياره ديالك والخسائر ديالها. يعني الحادثه راه ماشي سهله ملي كتوقع للسائق. إخوان المشاهدين كنقول لكم تبارك الله عليكم وشكرا لكم بزاف.